السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. معظم الناس في الوطن العربي وكثير من دول العالم شافوا حاجة غريبة في السماء، شافوا المشتري جوبيتر مع فينوس الزهرة في حالة اقتران. حتى العلماء في ناسا، وفي خبر منتشر في إحدى الوكالات في سي إن إن حتى نقلها عن أحد علماء ناسا، قايل ان الكوكبين دول will appear to kiss in the sky tonight، يعني ان هم هيتقابلوا مع بعض في كانهم بيبوسوا بعض يعني في السماء امبارح. طب ايه اللي بيحصل؟ وهل ده بيأثر على الناس على سطح الارض والكواكب والزلازل والحق وحاجات هتحصل شريرة ومش عارف ايه وحاجات الدجالين والهجاصين ده؟ هنعرف في الدقائق اللي جايه. اولا الاقتران بيكون تقارب اتنين من النجوم، من الكواكب عفوا، من الكواكب في مجال رؤيتك انت من الارض. يعني انت في الارض بتبص على الكواكب، الكوكب بيلف حوالين الشمس اللي مداره صغير زي فينوس، وكوكب كبير بيلف حوالين الشمس اللي مداره كبير زي جوبيتر المشتري. ففي وقت معين بيجوا بيقربوا من بعض جدا، يعني المدار بتاع الكوكب الاول بيبقى مع المدار بتاع الكوكب الثاني، فبيحصل حاجة اسمها كونجنكشن أو الاقتران، اقتران الكواكب مع بعض بالنسبة لرؤيتك أنت للأوبزيرفر الراصد اللي بيبص عليهم من سطح الأرض. فلو شفنا احنا اللي حصل الأيام اللي فاتت بطريقة بسيطة جدا، هنفتح السيميوليشن ده. ده سيميوليشن بيجيب لي، ممكن نحط أي دولة. ده برنامج اسمه ستريليوم، بيجيب متوصل بالقمر الصناعي، بيجيب حالة السماء دلوقتي حالا. فدي القاهرة، أنا حطيت القاهرة والوقت بيبقى دلوقتي بالظبط في القاهرة، أو تغير الوقت براحتك. النهاردة شهر 3 يوم 2 3 مثلا. طب هنرجع بعد، خلينا نبدأ بشهر 2 ونرجع ليوم مثلا آخر شهر 2 بداية الاقتران. خلينا نزود، ادي بداية شهر 2. ده الكوكب، ده الفينوس اللي هو الزهرة، وده جوبيتر، هما بعاد عن بعض. والمنظر ده متشاف فوق القاهرة يوم 7/2 عام 2023. يوم 8 فينوس بيقرب، يوم 9 فينوس بيقرب، بيقرب 10 11 لغاية ما يقرب اكتر. شايفين هنا يوم 21 القمر هيبدأ يتشاف مع فينوس مع جوبيتر، هما الثلاثة مع بعض. عشان كده في ناس كتيرة جدا يوم 21 بالليل في مصر أو في السعودية أو في الدول العربية ومعظم دول العالم شافوا الثلاثة، ثلاث أجرام سماوية وهما في حالة كونجنكشن مع بعض. هنكمل يوم 22 23، خلاص المون هيكمل اللفة بتاعته حوالين الأرض، وفينوس هيقرب من من الجوبيتر. 24 25 26 27 28. ده يوم واحد اللي هو امبارح بالليل، النهارده اثنين، امبارح بالليل. هم في حاله زي ما احنا الخبر بتاع ناسا وعالم الفضاء، الخبر بتاع سي ان ان وعالم فضاء ناسا قال هم في حاله كيس، يعني كانوا بيبوسوا بعض، يعني بيحضنوا بعض في السماء. وده النهارده بالليل هيبقى كده. وبعدين فينوس هيبدا يعدي جوبيتر، ده كله احنا شايفينه من الارض. شايفين تحت هنا في مين؟ في ميركوري وفي ساترن. طبعا لو هنشوف النهارده اللي هو يوم 2، هنقفل بس ال ايوه، خلينا ده الوقت دلوقتي الساعه 3 اهو. لو هنخليها الساعة 4 مثلا، الساعة 5 6 الدنيا هتبدأ تظلم، 7 عايزين ندور على الكواكب. لو مش لاقيينها دلوقتي ممكن نعمل سيرش على فينوس عشان أقول لكم، أو جوبيتر أقول لكم هما فين النهاردة بالليل أهم. خلينا برضو نقفل الهورايزون، هيبقوا على الساعة مثلا، خلينا نرجع الساعة 6:30، هيبقوا متشافين كده بعد الغروب. خلينا نجيب وقت الغروب بالظبط، هيبقوا مش باينين قوي. الساعة 5 الساعة 6:30 هيبقوا باينين وهم لازقين في بعض زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. ده النهاردة، انا بغير الوقت في البرنامج ده، بيديك اوبشن تغير الوقت في المستقبل وتشوف موقع الكواكب والنجوم والكونستليشن والحاجات دي في المستقبل. فده النهاردة الساعة 11 هيبان بالمنظر ده.
وبعدين هيختفي بقى تحت الهورايزون، مش هنشوفه في القاهرة. لو الناس مثلا عايشة في السعودية، يقول أنا عايش في السعودية، عايز أشوف في السعودية، السعودية السعودية ممكن مش موجودة هنا. خلينا نشوف مثلا ألجيريا. بحاول أشوف بس البلاد اللي ممكن نجيبها. خلينا نشوف الرياض. ادي الرياض اهو، جبنا السعودية، هتلاقي نفس الكلام على الساعة 7:30 في السعودية هيبقوا شايفين الإلكترون. طب لو احنا في السعودية أو في مصر، نفس الشكل بتاع السماء، إيه اللي هيحصل بكرة مثلا يوم 3؟ هيبعدوا عن بعض، فينوس هيبعد في نفس الوقت يوم الساعة 7:30 بكرة، فينوس هيبدأ يبعد عن جوبيتر، هيبقى بعيد عن الكونجنكشن بقى، وهيبدأ يعلى بقى في السماء، وجوبيتر هينزل تحت الهورايزون. يعني بعد 4 أيام أو 5 أيام من دلوقتي مش هتشوف جوبيتر، وقت بعد المغرب على طول، بعد يعني الساعة 7:30 هتشوف بس فينوس في السماء، والإقتران هينتهي. فدي ظاهرة فلكية 100% ملهاش علاقة بالزلازل ولا براكين ولا متغيرات سلوكيات الإنسان على سطح الأرض، ولا في وقت الكونجنكشن الناس هتحصل مصايب، وده مش عارف غضب من الطبيعة، والناس الهجاصين بتوع والهبيدة بتوع التنجيم، وده ماليش أي علاقة بأي حاجة. يعني أنا بس عملت الفيديو ده لأن لقيت ناس كتيرة بتهبد وبتتكلم بطريقة غير علمية، فحبيت أوريكم بطريقة بسيطة جدا بسيميوليشن بسيط معمول اونلاين ومفتوح للجميع، تعرف تتابع اي جرم سماوي، اي حاجه او جرم او نجم، كوكب، استرويد، قمر صناعي، تعرف تتبع مساره في السماء، اما في المستقبل هيبقى فين، وطبعا مع العلم عند الله عز وجل، طبقا يعني لتحركه الطبيعي في السنين اللي عدت، و الشكل الحسابات الرياضية هيبقى فين بعد كده. البرنامج ده بيقدم لك الخدمة دي، أو تعرف من عشرات ومئات السنين كان فين النجم قبل كده. فدي ظاهرة فلكية بتحصل كل شوية، كل شوية فينوس بيلف وجوبيتر بيلف وبيجوا حوالين بعض، ملهاش علاقة بأي حاجة تانية على سطح الأرض. ولو سمحتوا ما تصدقوش المنجمين والكذابين والهبيدة ومدمني الشو واللايكات. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.